القوامة. القوامة تحت كلمة قوامة شوف بقى اللي بيجرى. لا بنشكش ان القوامة للراجل طبعا، ده حاجة من الاساسيات إذا يعني. كان راجل. ايوه حلو دي قوي اذا كان راجل، ولكن انا عايزة اعرف منك الاول، قول لنا القوامة رأيك كده في بساطة يعني عشان الست المصرية، وانا هسألك سؤال لئيم قوي في الصحة فيه. تمام يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بحضرتك والساده المشاهدين ان شاء الله. مع القوامه مش انا اللي هقول رايي فيها، والقوامه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها ان هي القوامه للرجل، ولكن اذا كان هذا الرجل رجل. تمام. لكن اشباه الرجال او اللي احنا بنسميهم يعني ما هماش يعني للاسف الشديد هما رجال اسما فقط. فاذا كانت القوامه للرجل فهي ليها ضوابط وليها شروط. مش معنى ان انا القوامه لي انا يبقى ان الزوجه دي عبد عندي، وان الزوجة دي حاجة مملوكة ليا زي ما كثير من الرجال فاهمين. تمام. ان انا بقى امر وانهي بلا منطق لهذا الامر. بلا منطق. طيب ايه رأيك في الراجل اللي يقول لها قومي انت تخينة، قومي من على الاكل، كفاية اكل، اكلتي الاكل كله، كفاية كفاية، بطلي ايه طفح ايه بقى، بطلي بطلي طفح بقى، بطلي طفح بقى بالاكسبريشن وباللفظ. تمام. بنشوف يجي الكلام يقول لها النهارده. مثلا انا بسمع من الستات كرشك خلاص، ايوه انت بقيتي ايه ده، هروحي انا هشوف واحده غيرك. دي هي مظبوط. بتبكي وما نقدرش نقول حاجه، الراجل هو قوام وهو اللي داير بالمركب بتاعنا والبيت بتاعنا. فايه رايك في هذا النوع من الرجل اللي بيستغل قوامته في انه بيهين فيها، وبالذات في الناحيه التخن؟ طبعا زي ما قلنا قبل كده هذا المنطق مرفوض، لان انا دلوقتي زوجتي دي هي مني، وزوجتي دي هي المرايه بتاعتي. وعاوزين نقول حاجة يعني مهمة جدا، ان انت ما تبصلهاش ان هي فيها مشكلة، راعي حط نفسك مكانها. يعني لو هي فيها مشكلة انت حط نفسك ان انت ممكن يكون المشكلة دي عندك انت وانت تمام. مش حاسس بس بيها. هي مش عندها قوامة، مش هتقدر تقول له قوم بقى من الطفح ده، ما هي مش ولا قوم معنى، مش مش عارف ايه معنى الجوز ده. القوامة ان انا بقى ايه اجي بقى ايه يعني بالبلدي كده اطفحها اللقمة اللي هي بتاكلها. يس. يعني كفاية كفاية يا شيخ، انت عمالة تلغي من الصبح، انت مش عارفة ايه، انت ما فيش قدامي غير الاكل. الاسلوب لازم يكون اسلوب رقيق، وننتقي يعني يقول كده برضو بس باسلوب التعبيرات رقيق. بتاعتنا. يعني مثلا يقول لها ايه يا حبيبتي، يعني انت خلصتي يعني شوال الرز كله. مثلا بطريقة ما بطريقة برضو. مهذبة. يعني هو يقدر مثلا يقول لها يا حبيبتي يعني انا شايف ان حضرتك انت وزنك مثلا، انت مش شايفه ولا ايه، انت ما بتشوفيش ولا نظرك ضايف ولا ايه. ايوه. فيقدر ان هو يوجهها بطريقه معينه، بطريقه ظريفه، ويخليها هي طب تحس افرض ان هي انا عارف بتاكل ان كتير. زوجتي بسبب مرضي بتاكل زي الغده، تمام. زي بتنقص الفيتامين د، دي نقطة مهمة جدا، ان انا لازم اراعي ان ممكن يكون بسبب مرضي. سبب الاكل ده مرضي. ايوه. هعمل يبقى انا هنا ايه ملومش كراجل قوام عليها، بقى؟ يبقى انا ملومش عليها. يبقى انا كرجل عندي القوامة. القوامة دي معناها ايه؟ القوامة دي مسؤولية مسؤولية. وليست سلطة. تمام. يبقى لازم احنا نقول ان معنى ان انا عندي قوامة يبقى انا راجل مسؤول، يعني اخسسها، يبقى انا اخسسها. يعني القوامة هنا اني اساعدها اخففها، اساعدها ان هي تخس. مش ان انا افضل اهين بالظبط، فيها انما اقعد براحتي اهين فيها واستغل سلطتي عليها، واستغل بقى ان هي بقى يعني اعمل فيها اللي انا عايزه. طبعا الكلام ده مرفوض.